ما كنت أتخيل أنه أنا ممكن أعزف مع أوركسترا كاملة من السوريين وكلهم عايشين بأوروبا، وأنه أنا أعيش كمان بأوروبا. هذا الشيء ما كنت أتخيله يعني. اخترنا هذا البرنامج اللي هو مزيج بين الموسيقى العربية والموسيقى الكلاسيكية العربية والموسيقى الفولكلورية العربية أيضا مع الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية، بحيث أنه نحن نمثل موسيقانا وثقافتنا، وبنفس الوقت نخلق رابط بيننا وبين الجمهور الأوروبي من خلال هذا المزج مع الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية، لحتى يقدروا يفهموا أكثر موسيقانا العربية السورية، وحتى نحن كمان يعني نرسل رسالة للجمهور الأوروبي إنه هدول الموسيقيين السوريين هن صلة وصل بين هاي الثقافتين، وهن جاهزين إنه هن يقدروا يندمجوا أكثر بالمجتمع الأوروبي بالمستقبل. بعتقد دوري انا كموسيقي انه نقدم الموسيقى السوريه بالذات باوروبا، خصوصا بهذا الوقت الصعب يعني اللي الناس عم تسمع كثير عن سوريا، عم تشوف صوره كثير سيئه، يعني صوره الدم للاسف شيء اللي عم بيصير هلا بسوريا يعني بياثر فينا بشكل سلبي كثير يعني للاسف. بشوف انه دورنا كموسيقيين انه نقدم الصوره الاجمل، الصوره يعني احد الصور الحقيقيه عن سوريا اللي هي موجوده حاليا، اللي هي الصوره الموسيقيه، انه احنا حاملين ثقافه، حاملين سلام بي 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 بالمكان اللي احنا الموجودين فيه. الشعب السوري هو يعني ما هو الحرب، ما هو الشيء اللي عم يصير هلا، هذا هو الوش الحقيقي، لان نحن شعب عنده حضاره وتاريخ يعني عميق كثير، واي شيء نحن عم يصير هو الوجه الغير حقيقي لنا نحن كشعب. نحن بنحب نتواصل مع باقي الشعوب، نتواصل مع باقي الحضارات ونورجي شو عنا وشو فينا نساوي. هذا هو الوش الحقيقي لنا بالمختصر يعني.